السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. في بدايه كل فيديو لازم اشكر كل واحد فيكم دعمني بلايك لفيديو او كتب لي تعليق على فيديو شافه لي. بجد انا ممتن لكل واحد فيكم، وهفضل كل الفيديوهات بتاعتي اشكر كل واحد فيكم على اللي هو بيعمله معايا، وبشكر كل جمهوري وجمهور قناه فرهده اللي دايما بتخلوني عاجز عن الشكر من كتر الكلام الجميل اللي بيجيلي في التعليقات منكم. دايما مع بعض، دايما ايد واحده، ودايما داعميني واقفين في ظهري، ودايما سند ليا، ودايما القناه دي من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح بفضلكم انتوا. وانا بجد بتمنى ان كل الفيديوهات اللي انا بقدمها ليكم تكون بتنال رضاكم وتكون عند حسن ظنكم. الحقيقه ان بلد الجزائر مهما نقعد نتكلم عنها ومهما نقعد نقول ونعيد، الجزائر اكبر من اي كلام واكبر من اي حاجه ممكن اي حد يقولها عن بلد عظيمه زي بلد الجزائر دي. وانا بجد مش لاقي اي كلام اقوله ولا اي كلام يوصف مدى فرحتي ببلد عظيمة زي بلد الجزائر. أعلنت السلطات الجزائرية عن اتفاق مع شركة شيفرون الأمريكية للمحروقات لبدء شيفرون عمليات تنقيب في الجزائر، خطوة مهمة للجزائر لبل الشركة الأمريكية العملاقة من امتيازات في التكنولوجيا وحتى في سوق التوزيع لشركاء جدد مستقبلا. من مذكرة تفاهم عام 2020 إلى اتفاق وإبرام عقود هذه السنة لبدء شركة شيفرون الأمريكية، وهي إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، عمليات تنقيب وتطوير واستغلال للمحروقات في الجزائر. شيفرون التي أعلنت هذا العام عن استثمار 17 مليار دولار في مشاريع الطاقة، ستوجه جزءا منها إلى مواقع جديدة حددتها الجزائر للاستكشاف منذ أيام. الجزائر لجأت لمثل هذه الشركات لأن ما يطلبه الاتحاد الأوروبي هو يتجاوز بكثير قدرات الجزائر الحالية، لأن ما يخفاش علينا اليوم الجزائر تمد أوروبا بالغاز بحوالي 32 مليار متر مكعب وحدها فقط إلى إيطاليا، تمدها كذلك إلى إسبانيا حوالي 12 مليار متر مكعب، والاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أكثر من 50 مليار متر مكعب. تسعى الجزائر لتكثيف عمليات الاستكشاف منذ الشروع في تنفيذ قانون المحروقات الجديد الذي يمنح امتيازات وتحفيزات للشركات الأجنبية، من بينها خفض الضرائب أو العقود المنوعة بين المشاركة وتقاسم الإنتاج وعقد الخدمات ذات المخاطر. إذن يتطلب استراتيجية كبيرة، أفاق كبيرة، وأيضا الجزائر تستهدف أو صناعتك تستهدف أسواق هذه الشركات العملاقة، هي ما تستهدفش فقط الشراكة الثنائية، وإنما نستطيع أن ننفذ إلى بعض الأسواق وبعض الزبائن الجدد من خلال الشراكة مع هذه الشركات اللي عندها إمكانية أنها تسوق منتوجها من الجزائر إلى العوالم التي تتعامل معها أصلا. ويتوقع المسؤولون في الجزائر أن يحفز قانون المحروقات الجديد المزيد من شركات المحروقات الكبرى على القدوم للاستثمار في هذا المجال. دخول العملاق الأمريكي للمحروقات على خط منافسة الشركات الأجنبية الموجودة على غرار إن الإيطالية وتوتال الفرنسية يأتي في وقت أعلنت فيه السلطات عن ارتفاع احتياطي المحروقات في البلاد إلى ما يقارب 2% العام الماضي، يقابله ارتفاع عائدات الصادرات إلى 60 مليار دولار من نفس السنة أيضا. نازر واتس كانيوز عربية، الجزائر. ونرحب بضيفنا من الجزائر الخبير في شؤون الطاقة فريد يحيى. أستاذ فريد، اليوم 50 متر مكعب هو الطلب في السوق الأوروبية، هذه الدول دول الاتحاد تهرول نحو الجزائر، ما أهمية اليوم ما تذهب إليه من استثمارات الحكومة الجزائرية مع شيفرون عملاق النفط الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أوروبا تحتاج أكثر من 50 مليار متر مكعب، لأنه ما ننساوش أن أوروبا مضات عقود مع روسيا بنورد ستريم، وكان الهدف نتاعها تزويد ألمانيا ب 70 مليار متر مكعب، و 70 مليار متر مكعب أخرى تذهب إلى دول أخرى. إذن فالاحتياجات الأوروبية تتجاوز 200 مليار متر مكعب. إذن فالجزائر عندها إنتاج فوق 100 مليار متر مكعب في استهلاك داخلي، لكن الجزائر صدرت العام الفارط حوالي تقريبا 50 مليار او 55 مليار متر مكعب من الغاز نحو ايطاليا وكذلك اسبانيا وبعض الدول الاوروبيه، الا ان الهدف الجزائر من طرف السلطات الجزائريه هو بلوغ الهدف الى 100 مليار متر مكعب. ذكرت استاذ فريد يعني ال 50 مليار متر مكعب من دون ال 30 مليار لايطاليا والنحو 15 مليار لاسبانيا وسائر دول الاتحاد، هذا ما قصدته في هذا الرقم.
بالطبع. إذن فاحنا بالنسبة لنا الآن أنه لابد جزيرة ويلت أن تصدر 100 مليار متر مكعب، السلطات الجزائرية هذا هو الهدف نتاعها. إذن فحتى في الأبحاث المنجمية أو أبحاث البترول، الجزائر يعني بكل صراحة ما عندناش مقاييس دولية مشينا عليها، يعني باستثناء مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لما تعمل التنقيب في 10000 متر كيلومتر مربع تعمل 400 تنقيب. الجزائر ما تجاوش 10 إلى 12 يعني بئر. إذن فالإمكانيات، رغم أن سلطنة كانت عندها إمكانيات كبرى، شركة كبرى لحفر آبار وغيرها، ربما كان فيه مشكلة تحت السير أو إرادة سياسية في السابق. الآن الإمضاء مع الشركات الكبرى، فبطبع الجزائر تحتاج إلى هذه التكنولوجيا. وما ننساوش أنه في السنوات السابقة الجزائر كونت يعني جيل متكون جدا في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في روسيا، كذلك في فرنسا، أنه الأغلبية مشات للشركات القطرية والإماراتية والسعودية، وكذلك حتى الشركات الأوروبية الغربية. إذن فكان فيه نقص في التحويل التكنولوجي. إذن الآن الجزائر محتاجة إلى من يرافقها في التنقيب. إذن فشركة شوفرون تعتبر ثاني شركة أمريكية وهي من كبار الشركات للتنقيب. إذن فالجزائر عندها الجنوب نتاعنا حوالي 2 مليون كيلومتر مربع، فلعمل هذا التنقيب يعني لابد أن تكون فيه استثمارات وتكون فيه كذلك أبحاث جدية. والولايات المتحدة الأمريكية الهدف نتاعها هو أن الجزائر تصبح يعني نوعا ما بديلة للغاز الروسي أو بديلة للبترول الروسي. إذن فهذه الاستراتيجية الأبحاث تجرى الآن. احنا عندنا أمر واحد اللي ممكن أن الجزائر تطور فيه وتذهب إلى بعيد، ليس الغاز الأحفوري وإنما هو الغاز الصخري، حسب الخبراء يقولوا أنه ثالث احتياطي في العالم. لكن الآن ما فيش إرادة سياسية الآن لاستغلال الغاز الصخري. ما تتفضل به أستاذ فريد اليوم ماذا يعني الحفوري؟ وكيف يمكن اليوم الاستفادة في فترة زمنية وجيزة يعني من هذا التعاون المشترك، وما دور التكنولوجيا التي تطلع بها شركة شيفرون؟ بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية في التنقيب واستخراج البترول عندها تكنولوجيا يعني متقدمة، وتعتبر من كبار الشركات مع الشركة العملاقة في إفريقيا الأولى هي سونطراك. لكن الآن الهدف نتاعهم هو البحث عن المزيد من الآبار اللي عندها الاحتياطي من الغاز أو من البترول بكمية كبيرة جدا. إذا هذا هو الهدف. كذلك ربما يستعملوا تكنولوجيات لاسترجاع الغاز والبترول، ممكن هذه كذلك تكون. كذلك الصناعات، يعني الصناعات التحويلية أو بالنسبة للمصفوفات الصناعية في الميدان الطاقوي. إذا فهناك يعني هذا ممكن هذه المشاريع تكون كذلك مسجلة مع الشريك الأمريكي. إذا فالآن الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر يعملوا سويا للتنقيب والبحث. لكن يبقى أمر مهم جدا هو أنه الجزائر تقسيم الحصص ربما راح يشكل بالتساوي، راح يشكل يعني ربما بؤرة في يعني المداخيل الجزائرية، لأنه الجزائر لابد أن تراجع نسبة الشركات هذه. يعني الشركات هذه مش ممكن أنه إذا لقينا احتياطي عالي جدا أنه تبقى الشركة الأمريكية وحتى أوروبية وأسيا وغيرها أنها تأخذ. طيب وهنا هل تتحول اليوم، هل تستفيد الجزائر من التنافسية التي يعني هنالك عقود موقعة مع شركة أني الإيطالية، وتابعنا زيارة رئيسة الوزراء مع شركة توتال الفرنسية، كيف ممكن الاستفادة من هذه الشركات وكيف يمكن تحويل التنافسية إلى إيرادات ضخمة؟ هي بالطبع الآن نقول بكل صراحة هي الوضع الجيوسياسي والجيوستراتيجي في العالم، خاصة بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، هو اللي خلى ربما الاستثمارات الكبرى الأوروبية والأمريكية تيجي الجزائر أو بعض الدول الإفريقية الأخرى. الجزائر بالطبع راح تستفيد من هذا الأمر باستخراج البترول والغاز، بيرفع حجم البترول بحجم الغاز الطبيعي كذلك، وكذلك البيع نتاعو في الأسواق الدولية. هذا راح يرجع بالفائدة على الشعب الجزائري وعلى الدول الجزائرية. الجزائر لكن احنا الشيء اللي يهمنا كثير
اللي تكلمنا عليه كخبراء اقتصاديين هو انه الشركات الكبرى اللي موجوده في اوروبا، نتكلم عن الغاز مثلا، في شركات مستهلكه للغاز يعني خاصه في المانيا، في ايطاليا، في فرنسا، في بعض الدول الاخرى الاوروبيه. اذا كان من الاحسن انه الارتفاع نتاع الغاز الطبيعي انه نجلب الشركات يعني نحولها من اوروبا نحو الجزائر، يعني خاصه في صناعه الفولاذ وصناعه الالومنيوم وصناعه الزجاج والاسمنت، يعني الشركات اللي تستهلك كثير من الطاقه، يعني لا نبيع الطاقه كلها يعني الى الاوروبي فقط. نقطة أخرى كذلك، لابد من تطوير تكنولوجيات أخرى لربما استرجاع الميثان، يعني في حوالي 4.5 مليار دولار التي تذهب هباء منثورا، يعني تروح في الهواء. فيه أمر آخر كذلك، يعني ما ننساوش أنه نطور كذلك الطاقات المتجددة منها خاصة الطاقة النووية في الجنوب الكبير. إذن فيه برامج كبرى في الجزائر، لكن الشركات الكبرى هذه الأمريكية ربما كذلك في أمر جيد جدا بالنسبة للأمريكيين، هو أن الجزائر فيها بترول وغاز لكن فيه مياه كثيرة. احنا نتمنى أن الجزائر لما تمضي هذا العقد مع الشريك الأمريكي أنها لما يلقوا المياه أنهم يعملوا كل التكنولوجيا لتطوير هذه الآبار المياه ويطوروا الفلاحة في الجنوب الكبير. إذن فالجزائر الآن لابد أنها تتطور، يعني محكوم علينا أنه نتطور في جميع الميادين، والشركة الكبرى العملاقة هذه في البترول ممكن أنها تطور بالطبع الحجم نتاع البترول والغاز، لكن ممكن أنها تستمر كذلك في المياه لصبحة حرب المياه موجودة على الأبواب في العالم الآن. أشكرك جزيل الشكر الخبير في شؤون الطاقة فريد يحيى. أنا في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، لو أول مرة تشوفوني ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.